انا ابتديت احس انك بتحب تعيش دور الضحيه وشايف نفسك فيه طول الوقت، وكل شويه يجي حد يدوس على حلمك وانت تنسحب لحد ما هيجي يوم تلاقي نفسك فيه ولا حاجه. عارف ليه؟ بص حواليك وتتعرف كويس، شوف انت فين ولا فين، عشان خاطر الغلابه اللي متعلقين في رقبتي جوه، عشان انا مش قد اكرم ولا قد ابوك ولا قد اللي زيهم. عارفه انا صغير اتعلمت البوكس عشان احمي السندوتش بتاعي، دلوقتي انا مش عارف اتعلم ايه علشان اعيش. عرفت ليه؟ عشان فقير، عشان فقير فقير فقير. لا مش عشان فقير، عشان ضعيف. مش قلت لك ضعيف؟ البنت جات لك لغايه عندك، يعني شارياك، ما تسيبهاش يا احمد، اطلع وراها يا ابني، اطلع. يا اهلا وسهلا يا مرحبا. اهلا. شوف يا صديق بيه، انا عايز اعرف بعد ما ندخل بطوله العالم ايه اللي هيتم بالظبط؟ هيبقى في تمويل كويس، هيبقى في ماتشات بره مع محترفين، ولو وصل للنهائي وكسب في بطوله العالم ده في حد ذاته شرف كبير لمصر، وهيدر عليك وعليه دخل كبير قوي. انا هكون صريح مع حضرتك، حكاية الدخل الكتير دي لا تعنيني، أنا اللي يعنيني أكتر إن بنتي تعمل العملية. الموضوع ده اعتبره انتهى، أهم حاجة النهاردة نكتب العقود والاتفاقات بأسرع وقت ممكن. إن شاء الله. عليك يا ابني اللي صابك، عين وصابتك يا دنايا. اسم الله يا ابني. قوم يا حبيبي. انا كويس يا امي، انا كويس. عايز تشرب؟ انت رايح مروح؟ اه. سلام. ناس عايشة ارتاحت وناس كابتن، انا ايه اللي جابني النادي وربنا؟ انا عايز اروح البيت. تعال هنا. لما الست والدتك اتصلت بيا فكرت انها بتبالغ، ما كنتش اعرف ان الامور وصلت للدرجات دي وانك عملت في نفسك كده. والنبي يا كابتن سيبني في اللي انا فيه، محدش ليه دعوه بيا. لما المدرب بتاعك يكلمك تقف وتسمع كلامه. لو سمحت يا ست ام احمد اعملي لي كوبايه قهوه ساده مغليه. حاضر يا اخويا. يا مراري يا مراري. يا كابتن تعالى يا كابتن. انا تعبان يا كابتن. لازم تفوق عشان تسمع كلام يا كابتن. انا تعبان تعبان يا كابتن. والنبي يا كابتن قوم. لا تاخروا يا كابتن. تعالى قوم بحضرتك بحنيتك، خليتك عيل بدل ما تبقى راجل. يا كابتن يا كابتن تعبان. فوق تعبان يا كابتن. لازم تفوق يا كابتن. بقول لك فوق. أكيد مش هو ده السبب اللي جابك بالإسماعيلية لحد هنا وخلاك تجرجر أمك وأختك وراك. حسبتها غلط. الغلط مبدور. لا يا أخويا مش عايز زفت. إيه يعني حسبتها غلط؟ ما كلنا في سنة حسبتها غلط. بس لازم تفهم إن الغلطة ساعات بتبقى بالفورة كلها. يما تعالى سافر إسماعيلية عشان خاطر يما، أنا هلاقي شغل إيدك يما. تعالى هنا. لازم تفهم يا حبيبي انك لو استسلمت هتحس بالعجز والندم طول عمرك، هتبقى زي الحيطه المايله اي هزه ممكن تسويها بالارض. انا كمان استسلمت زيك في لحظه وحسيت بالعجز، بس قاومت الاحساس ده
وخرجت براه وقدرت احلم ولازم احقق حلمي وانجح. انت كمان لازم تنجح. مش هلعب يا كابتن. هتلعب مش لعب يا كابتن. هتلعب في حاجة كابتن؟ بنتي كانت بتقول لي ان انا وحشتها، قلت لها وانت كمان وحشتيني بس غصب عني اعمل ايه يعني؟ طب وربنا عندها حق، انا ام واختي وحشيني بطريقه فظيعه. يا احمد ساعات بتقسى على اقرب الناس ليك مش عشان انت عايز تقسى عليهم، عشان في هدف انت عايز توصل له. اكيد اي اب يتمنى ان ابنه او بنته يفتخروا بيه، زي ما انت تتمنى ان امك واختك يفتخروا بيك. النجاح ليه ثمن ولازم يدفع غصب عنك. انت ضابط شرطه انت؟ في يا فندم. فيني تحت ايديا ملف كامل ببلاغات وشكاوى عن تجاوزات ومخالفات انت ارتكبتها. كلها بلاغات اداء.